في البداية خلينا نستشف مع حضرتك هذه الأرقام، هذا الرقم 10% زيادة للصادرات الزراعية في الربع الأول، هل ده بيخلينا نتكلم عن باقي العام والتوقعات أخرى على مدار العام للصادرات الزراعية؟ هي في الحقيقة الزيادة وصلت لـ20%، احنا صدرنا السنة دي 2,200,000 مقابل في نفس الفترة منها السنة اللي فاتت كان 2 مليون بس. سوري، في زيادة النسبة 10%، فدي حاجة مبشرة جدا خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا للدول على الدول كلها، واللي أدت إلى إنها أثرت عليهم في كل المجالات، لكن في المجال الزراعي هنا في مصر وخصوصا في مجال التصدير الزراعي الوضع مبشر جدا، إن شاء الله إن احنا صادراتنا تزيد خلال الفترة اللي جاية. طيب ايه الاجراءات اللي تم اتخاذها او اللي بيقوم بها الحجر الزراعي في تصدير المنتجات المطابقه لاعلى المواصفات العالميه واللي ساهمت في ارتفاع هذه النسبه عن نفس الفتره من العام الماضي؟ اهم الاجراءات اللي الحجر الزراعي اتخذها الفتره اللي فاتت ان احنا ابتدينا تكويد المزارع التصديريه، اخذنا الموضوع تدريجي بحيث ان احنا نبدا نصدر المحاصيل الهامه تصديريا نكودها عشان خاطر اقدر اعرف اماكن الخلل اللي ممكن تحصل، لو اي رساله اترفضت بره او حصل فيها اي مشكله اقدر اتتبع المشكله ايه بالظبط واقدر احل المشكله من جذورها. النظام ده ما كانش موجود قبل كده في السنين اللي فاتت، فده ساهم بشكل كبير جدا في زياده الثقه في المنتج المصري وخلى الدول تثق في قدرات الحجر الزراعي المصري على اتخاذ الاجراءات التصحيحيه الكفيله بوصول شحنات مطابقه ليهم. ده بالنسبه للعنصر الاهم، لكن في بعض العناصر الثانيه زي ان احنا بقينا شغالين على مدار ال 24 ساعه طوال ايام الاسبوع من خلال نبطشيات عشان خاطر نساهم في زياده التصدير ونلبي متطلبات الساده المصدرين واصحاب المحطات التصديريه للعمل على مدار اليوم كله. طيب ده بالنسبة للعمل بالوقت والعمل كمان في الجودة، ايه أبرز الحاجات اللي حضراتكم بتركزوا فيها أو بتشددوا عليها، يعني المواصفات الفنية؟ أهم حاجة في المواصفات الفنية للشغل اللي طالع إن هو يكون مطابق لتشريعات الدول، كل دولة من الدول المستوردة بيبقى لها تشريعات ممكن تكون مختلفة عن الدول التانية، وفي حد أدنى من المواصفات لازم يكون مطبق لكل الدول اللي هتصدر لها، فأنا بشوف تشريعات الدولة اللي هصدر لها، وليكن مثلا هصدر للصين ففي بروتوكول ما بيني وما بين دولة زي الصين إن أنا أطبق لها بعض التشريعات مثل التبخير مثلا إن أنا بخر لها شحنتها أو التبريد إن أنا برد لها الموالح المصدرة إليها، فأنا بعمل على تنفيذ هذه التشريعات بدقة حتى تسنى للمنتج ان هو يدخل بدون اي مشاكل بره. ايه ابرز الاسواق اللي فتحت امام مصر في الفترة الاخيرة؟ يعني السوق الياباني فتح امام الصادرات المصرية، ايه ابرز الاسواق الاخرى؟ بالظبط احنا قدرنا الحمد لله الفتره اللي فاتت نفتح اكتر من 36 سوق تصديري لمنتجات زراعيه مصريه في خلال الثلاث سنين اللي فاتت، اهمهم طبعا كان سوق الموالح لليابان، والحمد لله استقبلنا اول شحنه، صدرنا اول شحنه بالفعل لليابان واليابان استقبلتها وتم اجازتها في حاجه ما حصلتش من قبل كده خالص. برضو احنا قدرنا نفتح السوق النيوزيلندي للموالح وكذلك السوق البرازيلي والارجنتيني بجانب بعض الاسواق الاخرى في دول شرق اسيا لاصناف زي البطاطس زي دوله تيمور الشرقيه وزي موريشيوس في افريقيا. فالحمد لله الحجر الزراعي بيعمل على من خلال وحده نفاذ الاسواق على اختراق كافه الاسواق اللي ممكن نقدر نخترقها، وبنركز جدا على الاسواق اللي هي ذات الكثافه العاليه من السكان زي السوق الصيني. الحمد لله احنا قدرنا نفتح السوق الصيني لشغل الحجر الزراعي لشغل المنتجات الزراعيه من التمر والرمان، حاليا جاري التفاوض معاه في اكتر من صنف الفلفل والرمان، وان شاء الله نقدر نفتح الاسواق ديت لانها بتستوعب كميه كبيره جدا من منتجاتنا وبتحقق طفره في الصادرات الزراعيه المصريه.